<تصفيق> 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 السلام عليكم حنوناتي خواتاتي واش راكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مع الفيديو هذا اليوم راكم تشوفوا دخلت لكم الدخله مع وليدي كان يدار مع القهوه دونك انا اليوم خيرت قهوه فاميكو ولا اي قهوه تخيروها ما يهمش دوك تشوفوا معايا نشوفوا مع بعض بليتو واش رايحين نعملوا بهذيك التلوه تاع القهوه ولا ما عرفتش كيفاش يسموه المهم التلوه تاع القهوه يعني كي طيب القهوه ويقعد لك هذاك لو غاس لي مال فين نرميوه حنا ما نرميوهش انا كل مره نطمو نطموها هكذا على كل حال انا ما نطيبش بزاف القهوه بصح كي نحتاج هكذا نطيب هكذا شويه كاش واحد لراجلي ولا المهم وانا ناخذ اللي يهمني هذيك التلوه هذيك التلوه اللي تجي من تحتها نطمها ونستعملها في بزاف الاستعمالات اليوم راح نشوفوا اربع طرق كيفاش نستعملوها كيفاش انا نستعملها باربع طرق مختلفه اللي حبت تشوف لي سال تقعد حتى لاخر الفيديو كاين افكار هايله ما نقولش ما نزيدوش هاي ديك الفكره الاولى رايحه نستعملها لتقشير القدمين لتقشير القدمين واللي عندها يديها تاني بزاف ناشفين تقدر هو سو لو ميم برينسيپ دوك تقعدوا تشوفوا معايا دونك الاولانيه هنا كما تشوفوا درت شويه تلوى تاع القهوه ودرت طون يعني قد القهوه قد السكر السكر العادي اللي يشربوا به الحليب عادي ديري قد القهوة قد السكر في هكذا إناء وديري قهوة تلوى البنات ها هذيك اللي تقعد لكم قلنا من كي شربتو آه زدت معها واحد الكمية إلى عندك زبدة شيا ديري زبدة شيا ذوبيها شوية وخلطيها مع هذا باش تجيك واحد العجينة إلا ما عندكش نديرو بديل الشيا اللي كنت هدرت لكم ديجا عليه هو السمن حنوناتي هاوليك خلطي معاها شويه باسكو علاه السمن يجي غرا اكثر من الزيوت ف يعني دهني اكثر من الزيوت وتقدري تستعمليه سورتو اللي عندهم رجليهم يعني جينيرالمون الجفاف تاع الرجلين يكون اكثر من تاع البشره سورتو اللي عندهم هذوك الزوائد دونك هاي ليك أه تغسلي رجليك عادي عزك الله وتبداي تحكي كامل في في القدمين كهاولي كما راكم تشوفوا تحكيهم من الفوق في الصبعتين سورتو سورتو في في من تحت يعني وين اللي نوقفوا عليها هاديك بزاف يعني بطريقه سهله مهلا ولو كنت تقعدي ديري هاد التقشير يعني ريغولييرمون كل مره ديريه زعما مره في السمانه ديريه ولا مره في 10 ايام ولا رجليك ما يلحقوش باش 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 ينشفوا لك بزاف دونك هاوليك شلتهم البنات ما غسلتش بالصابون اللي شافت بلي قعد لها بزاف تحب دير صابون تغسلهم تغسلهم بصح خلي شويه هذاك لو علاج علاش دوك حنا شوفو غسلت غير بالماء نحيت هذاك لو بالزاف بزاف هذاك اللي كان زايد هذاك شويه اللي قعد لي نعمل به مساج للرجليه اعزكم الله على بالكم حتى درت الفيديو باش شفت بلي رجليا راه منفقين عندي واحد المشكل تاع لا دو ما عرفتش ان شاء الله كي ربي يرفد علينا هذا البلاء نروح نشوف طبيب بزاف ولاو يتنفخوا ليه هما ويديا والعروق يخرجوا لي ما عرفتش واش هو المشكل المهم ربي يجيب ساعه الخير وسعيد هاوليك دونك شوفوا كيفاش آه... ما تضحكوش عليا برك هاي ليك هنا جزنا الى الخطوه الثانيه نفس لو برينسيپ البنات اوليو اللي نستعملوا آه السمن هاد المره راح نستعملوا توجو تلوه القهوه مع السكر طون انا ندير قد التلوه قد يعني القهوة قد السكر ومن بعد ناخد أي زيت اللي تشوفيه مناسب للبشرة تاعك زيت اللوز هايل باسكو ديجا يبيض الوجه إلا كان متوفر عندك إلا ما عندكش زيت اللوز ماشي مشكل عندك زيت جوز الهند تقدري ديري زيت جوز الهند ما عندكش كامل عندك زيت زيتون ديري شوية زيت زيتون ماشي بروبلام ولا من اللي ما عندهاش كامل 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 تروح دير دودو فوالا <applause> دونك اي زيت حنونتي اللي يكون متوفر عندك تخلطي مليح هاوليك يعني ماشي بزاف بزاف او بوان يدوب لك هذاك السكر حنا نسحقوا هذوك الحبيبات تاع السكر باسكو هما اللي راينا رايحين نقشروا بهم يعني هما وهذوك الحبيبات تاع القهوه هما اللي رايحين يعملوا لنا هذاك التقشير نتاع البشره وكنشوفوا مع هذيك الزيت اللي تكون داخل هذا لو ماسك هذا المقشر ديالنا سمحوا لي يعني انت راكي تعملي هذاك التقشير ديالك لو مساج نتاعك وهذيك الزيت راهي تدخل يعني يعاونها باش تدخل مليح في البشره دونك هاولي انا درتها في يدي دونك اللي عندهم يديهم ناشفين بزاف يديرو كيما درنا الطريقه الاولى واللي عندهم يديهم غير شويه يعني ماشي حاجه غاف يقدروا يديروا هكذا وتقدري تستعمليه حتى الوجه يعني نفس الطريقه انا ما نقدرش نوريكم في وجهي انا بالكم فنفس الطريقه تعمليها في وجهك تطليه كامل في الوجه ديالك في رقبتك قلنا في يديك لحبيتي وتعملي بحركه دائريه كلي هكذا ديري دوائر وراكي تماسي هكذا بيان وتديري لو مساج نتاعك ابخي كي تكملي كي نكمل انا هذوك لو مساج نتاعي سورتو سورتو ركزوا لي على المنطقه تاع الانف البنات يخرجوا فيه بزاف هذوك لي بو اي تو وتحت وفي الذقن يعني تحت الفم هذيك لابارتي وين الذقن تحت الفم ومن بعد شلي غير بالماء شلي انا كيفاش ندير نشلي غير بالماء ناخذ كاش ان طخون ولا هذاك لي ولا نشف غير هكذا يعني حطي برك الوسمو ما تمسحيش نشفي حطي برك باش يتنحالك هذاك الزيت اللي بزاف ومن بعد عملي ماساج لوجهك خليه لوجهك ولا ليديك يخرج روعه يعني خليه يترطب هاوليك البنات دوكا جزنا الى طريقه ثالثه اللي هي جيست لو ماك دو كافي هذا يعني تلوة تاع القهوه ودرت معها شويه زيت اللوز فقط ما درت معاها حتى حاجه واحده اخرى ما معها معاها السكر هذه البنات اللي عندهم الهالات السوداء اللي عندهم الهالات السوداء البنات ديجا حاجه لولانية لازم يكون رقاد بيان دونك انا لكم ليكم وانا مانيش دايرتها فوالا دونك الحاجه الاولانيه لازم الراحه فريمون البنات يعني ما ياكلوش يرقدوا بزاف يسهروا في الليل وكامل هذاك اللي حيخرج الهاله السوداء جامي في حياتي كانوا عندي الهاله السوداء نهار فتحت القناه وليت نسهر في الليل ونخدم في الليل خرجوا لي مي المهم ربي يجيب ساعه الخير دائما ربي ان شاء الله يجيب لنا ساعه الخير مفيد هاولي كيفاش ديروا تحت عينيكم بيان يعني انا هذاك اللي قلت لكم رجعتها حق التجارب دونك هكذا تحطي غير هكذا اون هنا ما ديريش غوماج ما ديريش الماساج تحت العينين غير تروحي هكذا بالعقل وتحطي هذاك الخليط نتاع تلوى تاع القهوه مع زيت اللوز اوكي حبيبتي حطي هكذا تحت العينين وخليه حتى ل 20 تخليه في كل مره تعودي ديريه ما شاء الله ان شاء الله ينقص لك بنسبه كبيره تاع الهاله السوداء نجوزو مع بعض الى الطريقه الرابعه انا دايرين فوالا سباق <applause> هذه هي طريقه <applause> رابعه جادور هدايا مع لو جيل دوش البنات هذا جيل دوش عجبني بزاف جربته اول مره شريته غير 10000 تاع فاك دو فريشور الى تشوفوا لها هذا واسمها هدية الماركه هدية كانت من زمان من بكري قلت انا كي شتو خرجوا بزاف الانواع فيه لقيتو بلس لقيتو غير آلاف قلت لا غنشري شريت زوج انواع فيه خرج لي ما شاء الله كاش نهار نزيد نشري الاخرين ونهضر عليهم دونك هنايا واش درنا البنات تاخدي كي تروحي تدوشي هذه كي تدخلي الدوشي تحكمي واحد الكميه مليحه بصح هنايا وريت لكم برك يعني بكميه صغيره تاخذي واحد الكميه مليحه نتاع التلوه تاع القهوه وتزيدي معاها لو دوش ديالك كميه تاع دوش تحركيها بيان وتديري بها يا الفحله تشمخي الجسم ديالك كامل داخل الدوش بيان سور تشمخي كاع الجسم ديالك وتحكمي هذاك الخليط تاع دوش مع التلوه تاع القهوه وديري يعني انقماج للجسم تاعك كامل وركزي لي على لي جونو على المرافق هادو ما نعرفش انا كيفاش اسمهم هادوما لي زارتيكولاسيون ركزي عليهم مليح واسيهم مليح يعني غوميهم بيان يتنحى لك السواد يتنحى تنحل افورس دو فيغ لا تاعك تشوفيها كيفاش تولي تحفه ومن بعد دوشي بيان سور ما لازم تواصلي تو فوالا البنات لحقنا الى اخر الفيديو ما تنساوليش اللايكات تاعكم وما تنساوش الاشتراك في القناه الا مازال ما, ما الا مازال ما والسلام سلام